أقوى الفرق التونسية. الترجي التونسي منذ أن تمكن من إزاحة النجم قدم ترشحه بصفة جدية للإحراز على الكأس. النادي الإفريقي وعناصره اللي كلها عندها فنيات وإمكانيات طيبة كان أيضا يأمل باش يقتلع الكأس اللي مضى عهد كبير عليها منذ وقت عتوقة. نتبعوا هذه اللقطات اللي تبين وأن المستوى ما كانش كبير ياسر، والمقابلة كما نعرفه ما وقع الفصل فيها إلا بحكم ضربات الجزاء. نبيل معلوم لليمين، الخميري، الخميري يراوغ البياري ويتعدى بن محمود، ترقدير بن محمود، بن محمود في اتجاه بسام، بسام يوزع وركنية صغير، سامي التويتي، سامي التويتي، بياري، بياري ترجع له الكرة من خلف التويتي، بياري يحط كرة أمام برقاوي، قفم برقاوي تتعدى البياري، البياري يخدم جانبية، طارق، نبيل معلول، علي بن نجي، علي بن نجي ياخذ الكرة، سامي التويتي، سامي التويتي، سامي التويتي يتعدى من جهة لاعبين، مراوغة باهية من سامي التويتي يستعد القذف يخدم في دين جوشان، طويلة للي صار في اتجاه فدو، فدو ومعه المحايس يتعدى من المحايس، فدو يخرج كرة ياخذها كمال، كمال للمحايسي، ثم بن محمود، بن محمود يقذف جانبي، نبيل معلوم طويلة في اتجاه بسام، بسام وصغير يراوغ صغير، بسام يوزع في اتجاه فدو، فدو أمام سامي التويتي للبياري في اتجاه سامي التويتي، سامي التويتي وجبارة و الجزاء الأولى يقذف ويسجل، يتقدم يقذف إذا طارق ذياب يسجل، الصغير ما يسجلش، الخميري يسجل، عبد الحق يسجل، الجريدي يسجل، العمدوني على العارضة، وهيثم عبيد يسجل، والترجي يقتلع الكأس، يحرز على كأس فخامة رئيس الجمهورية بفضل ضربات الجزاء، 4 ضربات مقابل